كان وما زال لمصر خطوات استباقية في العديد من المجالات، جعلتها في مأمن من الأزمات العالمية. ومن ضمن المجالات التي شملتها هذه الخطوات الاستباقية مجال الإنتاج الحيواني. في هذه النقطة يحدثنا الدكتور محمد صلاح عيسى، رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للإنتاج الحيواني، فليتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، الحضور الكريم، بأسمى آيات الاعتزاز والتقدير أتقدم لسيادتكم بخالص الشكر والامتنان على تشريف سيادتكم اليوم لافتتاح إحدى مراحل المشروع القومي لتنمية الثروة الحيوانية، أحد المشروعات التنموية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ضمن خطة التنمية الشاملة للدولة 2030. وبناءً على توجيهات سيادتكم خلال تشريفكم افتتاح المرحلة الأولى من المشروع بمجمع الإنتاج الحيواني المتكامل بالفيوم في ديسمبر 2019، بضرورة امتلاك القدرات الإنتاجية من خلال توطين التكنولوجيا الحديثة في التحسينات الوراثية وإشراك القطاع الخاص لتحقيق التوازن المطلوب بين الزيادة السكانية والقدرات الإنتاجية، وإيماناً منا بالدور الوطني للشركة في المشروع القومي لتنمية الثروة الحيوانية والمساهمة مع كافة أجهزة الدولة في سد الفجوة الغذائية من البروتين الحيواني وتوفير غذاء صحي وآمن من اللحوم والألبان، قامت الشركة الوطنية للإنتاج الحيواني بالآتي: أولاً، المساهمة في تدبير رؤوس الماشية وتوزيعها على صغار المربيين من خلال المشروع القومي للبتلو. ثانياً، إبرام عقود مع كبرى شركات القطاع الخاص في العديد من المحافظات كالآتي: توريد عدد 60,000 رأس تسمين لعدد 2 مجمع للإنتاج الحيواني بمحافظة البحيرة، إدارة وتشغيل كل من المجمع المتكامل للإنتاج الحيواني والألبان بمدينة السادات محافظة المنوفية، ومصنع الجبن الجاف والنصف جاف في برج العرب محافظة الإسكندرية. ثالثاً، تم توقيع بروتوكول تعاون مع أكاديمية البحث العلمي للاستغلال الأمثل للمراكز العلمية والبحثية وكافة إمكانيات الشركة من خلال مشروعات بحثية بهدف تمصير وتمطين السلالات عالية الإنتاج من اللحوم والألبان. رابعاً، تم الاتفاق مع الشركة المصرية السودانية على توريد 10,000 رأس للذبيح الفوري من دولة السودان الشقيق، وتم توريد 1,000 رأس للذبيح الفوري بمجزر سفاجة وجاري استلام باقي الشحنات على دفعات. وفي إطار توجيهات سيادتك تم تنفيذ عدد من مشروعات تنمية الثروة الحيوانية، روعي عند تنفيذها الضوابط والمعايير الفنية والعلمية وكافة عوامل الأمان الحيوي والصناعي لضمان نجاح تلك المشروعات مع الاستعانة بشركات القطاع الخاص. واليوم نشهد افتتاح المجمع المتكامل للإنتاج الحيواني والألبان بمدينة السادات على مساحة 1,000 فدان، مكون من 6 مزارع نموذجية، 5 مزارع حلاب بإجمالي طاقة استيعابية 5,000 رأس حلاب مزودة بأحدث المحالب الآلية، مزرعة تسمين بطاقة استيعابية 3,000 رأس تسمين، المركز العلمي البيطري للأبحاث والتدريب. تم إنشاء المركز العلمي ليكون مركزاً للأبحاث والتطوير لمواكبة التقدم العلمي في مجال تنمية الثروة الحيوانية والمساهمة في الآتي: التحسينات الوراثية بغرض تمصير وتوطين السلالات عالية الإنتاج من اللحوم والألبان، وإتاحة الفرصة لتدريب طلبة الدراسات العليا بالجامعات المصرية والمراكز البحثية. المزرعة البحثية وتقع على مساحة 4 فدان، تهدف إلى إجراء الأبحاث اللازمة لتحسين السلالات العلفية المحلية وإنتاج سلالات علفية جديدة ملائمة للبيئة المصرية. المجزر الآلي المتكامل بسفاجة بمحافظة البحر الأحمر
بطاقة إنتاجية 320 رأس على الوردية، ومحجر بيطري بطاقة إسعابية 5000 رأس، ومصنع لإنتاج مصنعات اللحوم بطاقة إنتاجية 150 طن على اليوم، ووحدة معالجة المخلفات للحفاظ على البيئة والصحة العامة. عدد ثلاث مجمعات الإنتاج الحيواني وإنتاج الألبان بطاقة استيعابية 30,000 رأس تسمين و2,000 رأس حلاب بمحافظات البحيرة والوادي الجديد. السيد الرئيس، الحضور الكريم، إن هذا المشروع لا يحمل في طياته خطوات جادة لتنمية الثروة الحيوانية والوقوف الحقيقي على التحديات الحالية والمستقبلية وكيفية علاجها بأحدث الأساليب العلمية من أجل امتلاك القدرات الإنتاجية لمواجهة التحديات الاقتصادية المحلية والدولية. سيادة الرئيس، نجدد عهدنا مع الله ثم سيادتكم وشعبنا العظيم في بذل المزيد من الجهد والعطاء من أجل رفعة وتقدم مصرنا الحبيبة. حفظ الله مصر وجيشها وشعبها وأدام علينا نعمة الأمن والأمان. وأستاذن سيادتك يا فندم في افتتاح بعض المشروعات بتقنية الفيديو كونفرنس. مجمع إنتاج الألبان رقم 2 بالنوبارية. مجمع الإنتاج الحيواني رقم 6 بشمال التحرير. مجمع الإنتاج الحيواني رقم 7 محافظة الوادي الجديد. المجزر الآلي المتكامل بسفاجة محافظة البحر الأحمر. أيها عمر أفندم،